تبذل الدولة جهودا كبيرة لتنفيذ مشروعات الطرق والكباري التي تسهل حياة المواطنين اليومية، إضافة إلى مد شرايين التنمية والعمران. وفي إطار هذه الجهود تنفذ الدولة مشروعات هندسية تعد أعمالا صناعية فريدة، من بينها مشروع كوبري طه حسين الذي يعد أكبر مشروعات إنشاء كباري السيارات التي تم تنفيذها داخل مصر والشرق الأوسط. كوبري ربط محور الحضارات بالمقطم، كوبري الدكتور طه حسين. يعد هذا الكوبري عملاً صناعياً فريداً من أكبر مشروعات إنشاء كباري السيارات التي تم تنفيذها داخل مصر والشرق الأوسط. إنجاز من التألق الهندسي يمتد على ربوع مصر، وهو يقف كشهادة على براعة الإنسان المصري ومثابرته. يربط هذا الكوبري بين مناطق القاهرة الجديدة وشرق القاهرة والمقطم بمناطق مصر القديمة جنوب القاهرة، وصولاً لمناطق غرب النيل، والربط على الطريق الدائري وطريقي الأوتوستراد وصلاح سالم، وذلك من خلال تنفيذ كوبري بطول 900 متر وعروض من 27 متراً حتى 32 متراً في أماكن الربط. ويتراوح ارتفاعه من 10 متر عند بداية الربط بكوبري دكتور صلاح الشاذلي حتى ارتفاع 50 متراً عند ربطه بمحور ياسر رزق بالهضبة الوسطى بالمقطم. روعي في تصميم الكوبري جميع معايير الأمان الكامل طبقاً للكود المصري للكباري، حيث تم تنفيذ الأعمدة المفرغة هولو كور لمقاومة التواء الأعمدة، وكذلك تم ربط محاور الكوبري باستخدام نظام إنشائي لزيادة القطاع الخرساني ومقاومة القصور الذاتي للمنشأ. واجه تنفيذ هذا العمل الصناعي العديد من التحديات، حيث تم تنفيذ الأساسات العميقة في أصعب أنواع التربة الصخرية، كما تم تنفيذ الأعمدة المرتفعة باستخدام الشدات المتسلقة. تم تنفيذ شدات طائرة لتنفيذ المخدات الحاملة للكمرات، وتم استخدام الكمرات سابقة الشد Pre-Tension أثناء التنفيذ، والتي تم رفعها على ارتفاعات الكوبري العالية باستخدام أوناش عملاقة تصل أوزانها من 600 إلى 800 طن لمراعاة جميع معايير الأمان الكامل أثناء التنفيذ. تم تنفيذ جميع اختبارات الجودة اللازمة خلال مراحل التنفيذ، والتي ينص عليها الكود المصري للكباري، من خلال تنفيذ تجارب تحميل للأساسات العميقة، وكذلك اختبارات الخرسانة وحديد التسليح، واختبارات عينات الحديد المستخدم بالبكية المعدنية والتي يصل طولها إلى 65 متراً. كما تم تنفيذ اختبارات ضبط الجودة لجميع مراحل التنفيذ من خلال أكبر المعامل والجامعات بجمهورية مصر العربية. تم التخطيط لتنفيذ عدد 3 تجارب تحميل على الكوبري قبل التشغيل التجريبي، من خلال تنفيذ تجربتي تحميل استاتيكي وتجربة تحميل ديناميكية تحت مراقبة معامل جامعات عين شمس والقاهرة، وتوثيق جميع مراحل التنفيذ وإجراءات مراقبة الجودة وتركيب اللافتات الإرشادية وعلامات الأمن والسلامة حتى التشغيل النهائي للكوبري. وختاما، نفتخر دائما بأن مصر تمتلك من الإمكانيات والكفاءات بسواعد مصرية خالصة تقودها لتنفيذ مثل هذه الأعمال، وتقودها للريادة في المنطقة بأسرها. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.